الإمارات يا جماعة حجم استثماراتها في مصر من سنة 71 بمنحها بقروضها بكل شيء كانت كام؟ 35 مليار درهم. الإمارات فقط في 2013 قدمت منح وقروض لمصر ب 16 مليار درهم وشوية، يعني حوالي 33 مليار جنيه مصري، ولسه هيمدوا ايدهم ويقدموا، ولسه عندهم استثمارات كتير رغم ان بعض رجال اعمالهم عندهم مشاكل هنا، الا انهم قالوا احنا اعتدنا ان احنا ما ننظرش للحاجة الوحشة او السلبية، في ايجابيات كتير، كل جزء في مصر يساوي كتير عندنا ومصر غالية علينا.